صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين، متتبعين الأوفياء. فيديو جديد في نهار جديد، مرحبا بكم. نبدأها بصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على بركة الله أبدي لكم بهذه الأجواء الصباحية الروعة، ما شاء الله كما أنتم كتشوفوا الجو روعة. ما نقول لكم الشغير ديال الخريج وزقزقة العصافير، أنغام العصافير اللي صراحة شي حاجة اللي زوينة زوينة بزاف. والحمد لله كل نهار والجو كيفاش داير، سبحان مبدل الأحوال والحمد لله، اللهم لك الحمد. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم على خير وبخير، مرتاحين في عقولكم وقلوبكم، هذا هو الأهم. يلقاكم هذا الفيديو على أحسن حال، تشاهدوه بكل حب وكل فرح، واسمحوا لي على الغبور غبور نيت هذه ديال بصح. وشكرا الناس اللي سولوا فيا في واتساب، شكرا لكم وفي التعليق، الله يعطيكم بالخير. هانا معكم من جديد، وان شاء الله اللي معجبت نفقس كما كنقولوا دائما جديد، والمفاجآت معايا كما انتم مولفين محتوى بسيط. الحمد لله، الله يخلينا في سبقتنا، ما كنتصنع ما كنكلف راسي باش نصور شي حاجه غاليه ولا هذا، محتوى بسيط دائما معكم وما احلى البساطه. وكيف ما كنقولوا النهار كيبان من الصباح، وبداو المصائب الله يستر، تشعلات العافيه في المطبخ. مشيت كنصور لكم وجيت ولقيت هذا البلاطو هذا مشعل فيه العافيه، كنت درت شي بيضات هكا للفطور ولقيت العافيه، والله العظيم الا واحد دخل عام نقول لكم مش كما كنقولوا النهار كيبان من صباحه. وهذه مصيبه اخرى جايه في الطريق، وربي علمني بها من دابا كما انتم كتشوفوا كنصور لكم هنايا قبل ما طيح هاد كارثه هذه اللي طاحت على راسي. وربي حفظني الحمد لله، ملي ربي كيكتب علينا شي حاجه راه ما عندنا هروب منها، ملي كينجينا من شي حاجه راه الحمد لله ولله الحمد. هذه واحد الحاجه اللي هي انذار الاول اعطاه لي ربي باش ناخذ الحيطه والحذر من هاد الجهه هذه اللي غتشوفوا معايا. طاحوا هنايا جوج حجيرات على هاد العقيق هذا اللي حطيت هنا، الطاسه فيهم العقيق، فيهم الخيوطه على الماكينه. المهم ها نتوما الضاله باقا كما هي، ما بها والو، يلاه مشققه كما نتوما كتشوفوا. وطاحوا فيها هاد جوج حجيرات، هادو هما الاولين كما قلت لكم، بحال الا ربي اعطاني واحد الانذار كيقول لي راه هاد البلاصه هادي غادي تطيح، ردي البال منها سبحان الله. والحمد لله ملي طاحوا هاد الحجيرات هادو وانا رد البال وخايفه هاد البلاصه هادي كاملها تطيح، لانه هذا الشيء ماشي سهل، طلع شارب الماء من السطح، داكشي علاش كما نتوما كتشوفوا الغموليه، ومن هنا عاوتاني تشقق الحيط من الراس للراس. المهم الله يحفظنا وصافي، الله يحضر السلامه، نتمنى ربي يلطف والحمد لله، اللهم لك الحمد. كما كنقولوا غير ما تجيش في الراس، ما اللي جات فيه يتعوض، غير تفوت الراس. والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين، الله يحد الباس. المهم اليوم كنشارك معكم روتين مطرت قواش من روتين، شحال هذه ما شاركت معكم شي روتين، وجيت لكم بالجديد عاود تاني، وما تخلعوش ودعواتكم معايا ان شاء الله. ربي سهل عليا بنويرتي اللي تكون ديالي ان شاء الله، نريب فيها ونقاد فيها، نصبغ فيها، ندير اللي بغيت، ماشي ديال الناس، لانه ديور ديال الناس كيبقاو دائما ديور ديال الناس من دار لدار. هذه عاود تاني واحد قبه اخرى، انظر اخر هنا من هاد الجهه، حتى هو خصني ندير ليه شي حل هكا باش نشوف واش غيطيح ولا لا، باش ما نخليش هاد الشيء يبقى حتى يطيح كما طرا ليا في هاد الجهه هذه اللي غادي تشوفوا معايا في الفيديو. المهم انا كنشارك معكم الغرفه كاملها في خطر، لانه شارب الماء من السطح، لانه هاد الضاله هذه منها للسطح ما مغطياش مزيان، ما محمياش مزيان من الماء، داكشي علاش شارب الماء مزيان، خصوصا من هاد الجهه اللي غادي تشوفوا معايا اللي واكله الدق بزاف، هي اللي طاحت كما نتوما كتشوفوا دابا. مازال كنجمع، جيت نرد هاد الخيوط هادو ديال السقلي باش صوب ديك اللبسه البنات، كنت غادي نشارك معكم الفيديو ديال اللبسه كيفاش جات، كيفاش جا الشكل النهائي ديالها، ولكن قدر الله ما شاء فعل،
الله ملكي يقول كون فيكون، سبحان الله ملكي يقدر علينا ربي شي حاجة مع أن نهرب منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قدر الله ما شاء فعل. والصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تخلعوش البخرة ديالي، مشات كنت حطها هنا، حطيت فيها شي شوية هكا بخور كنلطف الغرفة، لأنه ريحة الغمولية كتكون فيها مرة، ولكن دابا زادت كترت ريحة الغمولية بهاد الطيحة اللي طاحت هادي ديال الدار. كما نتوما كتشوفوا الحديد واكل الدق بالصدى من الماء، مصدي ما بقاش كيشد، وهكا الضلا شارب الماء كما نتوما كتشوفوا. والحمد لله على كل حال، الله لطف وحفظني وقالني الحمد لله ولله الحمد، باقي العمر طويل الحمد لله. ونتمنى وربي يحد الباس، ونتمنى وربي يقدر علينا اقدار الخير. كما نتوما كتشوفوا، شوفوا واحد الطرف قدو قداش، والله العظيم الا ربي قال لي ما كاينتي ما تهرساتش، موقع ليها والو الحمد لله. وقالني حتى انا اهم حاجه الحمد لله، كنت جالسه ما بيا ما عليا، عزيز عليا نجلس هنا حدا الماكينه كنخدم، كنلقى راحتي في هذيك البلاصه كنخدم الخدمه ديالي تمايا، جالسه ما بيا ما عليا. شويه تنسمع صوت الحجر كطيح، شي شويه حجر رقي وقع بحالي، لا ربي كيعلمني قال لي نوضي تما راه هذا الشيء غادي يطيح عليك. سبحان الله، يلاه تلفت هكا هزيت راسي لهاد البلاصه هادي نشوف شنو اللي كيطيح تما، داك الحجيرات علاش كيطيحوا. وشويه تنسمع هذاك الشيء تخش خش 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 غادي يطيح، ونط نقزت ما وصلت لحدا الماريو حتى طاح هذاك الشيء كامل في البلاصه فاش كنت جالسه. هاد الطرف هذا كون كنت بقيت جالسه تما غادي يجي لي في راسي هاد الطرف هذا الكبير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولله الحمد. هنا غطيت البخره الراس ديالها مشى فيها لانه كتبين واخا هكاك، داك الشيء على جرت لها هاد الضبابه هادي، راكم عارفين المونتاج وعارفين هانطومين هذا. والحمد لله، المهم نتمنى ان شاء الله تبارطاجيو ولا فيديو مع الاهل والحباب. شوفوا معايا هنا التوب باش مغطي الماكينه، تقطع قوه الحجر. ها نتوما كتشوفوا راه باقي كيطيح، والله العظيم الا كنصور وكنجمع وكنترعد، والله العظيم الا ما غنقول لكم ما قديتش مازال نوقف من الخلعه ومن الصدمه اللي تصدمت من هذا الشيء. هذا ما كنتش متوقعه انه غادي يطيح بهذا الحجم هذا، ملي شفت انا حجره ترقي وقين قلت غير شي حاجه اللي هكايا زعما عاديه من الصبغه وهذا، ولكن هذا الشيء بزاف كما نتوما كتشوفوا يحتاج انه الواحد ياخذ الحيطه والحذر منه. هاد البيت هادي واخا جمعتها وقديتها، ولكن مبقيتش كنعس فيها ولا كنجلس فيها نهائيا، لانه هاد الشيء كامل وخطر. حتى ان شاء الله ربي يدير التوالي ديال الخير. هنا كنشارك معكم تريكو اللي كنت كنخدم معكم ترونات، اش غنقول لكم كي دايره بالتراب، اش منك يا التراب، اش منك يا الغبابر، ريحه الغموليه، والله العظيم الا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذه هي التريكو اللي كنت كنخدم معكم، شاركت معكم الفيديوهات ديالها مازال ما كملتهاش، كنخدم فيها هكا مره ملي كنسالي. وهنايا كارثه الماكينه، كنقول يا ربي غير الماكينه ديالي تكون خدامه، ما يفوتش هاد الغبره هذا الموتور ديالها، لانه خطر البنات على الموتور ديال الماكينه الا طاح فيه شي حاجه، مثلا الغبره وخيطه وحديده وشي حاجه في الداخل ديال الموتور ديال الماكينه. راكم عارفين الموتور اللي كتكون هاد الماكينة خدامة بيه، أو مثلا في الداخل ديالها إلا طاح فيها شي حاجة راه ما كتخدمش، مازال كتولي لا يستر مصدية، كتولي كتوقف. المهم المشاكل، نتمنى ربي يلطف الماكينة ديالي تخدم، ما يطرى ليها والو، ما تهرسش ما والو. واخا هاد الشيء صراحة صعيب وشي حاجة اللي جاتني في العواشر تاني يوم عيد هذا فاش وقع هاد الشيء. الناس ناشطين وراكم نيت كتسمعوا الجيران الدرديك واش طيحوا الرديح والزغاريط، راه كتسمعوا معايا واقيلا في الفيديو. المهم الناس ناشطين وانا في مصيبتي، الله معايا وصافي الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل الحمد لله. على كل حال نتمنى ربي يقيلنا ويقدر علينا اقدار الخير ويبعد علينا
مصائب يا رب العالمين، ويخفف ما كتب علينا يا رب العالمين، ويجعلها مغفرة الذنوب، والله يقبل لينا ولكم الصيام والقيام، وعيدكم مبارك، سعيد تعيدوا وتعودوا ان شاء الله، باش ما تمنيتوا واخا جات معطله، ولكن سمحوا لي يا رانتو ما كتشوفوا بعويناتكم، ها السبب اللي خلاني انني نتعطل عليكم نغبر عليكم، والخدمه راكم عارفين، والعواشر والوقت ما كاينش، والمونتاج كيدي الوقت، والتصوير كيدي الوقت، والله العظيم الله يكون معنا وصافي. احنا الحمد لله كنخدموا على قنواتنا بما يرضي الله، محتوى محترم الحمد لله، ما كان ادي واحد، ما كان هضروا على حد، ما كان جبدوا حد، الحمد لله. ودائما كما كان نقول احنا ما كان نلعبوش هنا، احنا كان نخدموا على قنواتنا بمحتوى بسيط ومحتوى اللي محترم، والحمد لله. انا كنشارك معكم الزيف، شوفوا معايا الثقب بقوة هكا، طيحة ديال الحجر طاح عليه هاد الغبرة كما نتوما كتشوفوا، كنتمنى ما تخلياش لها الثقيبة هادي فاش كنخويو الزيت. الحمد لله قالها ربي ما تهرستش من ديك الحجرة اللي طحت عليها، حتى تقبات لي التوب كما نتوما كتشوفوا اللي غطيت به الماكينه هنايا. هذا ديك السميطه ديال الماكينه حتى هي كنطلع عليها كنقلبها هيك ما تقطعات بهاد الحجر هذا اللي طاح، لانه كيطيح هنا حتى هاد الحجر هذا اللي دايرين مع السيما والحديد وداكشي. المهم الحديد راشي بالصدى، نتمنى ربي تبقى شادة حتى ربي يدير التاول ديال الخير، ما تطيحش كلها تريب الضالة كلها. الحمد لله على كل حال، نتمنى لطف من الله. كما قلت لكم احنا ما كنلعبوش هنا، احنا كنخدموا على قنواتنا بما يرضي الله، وكما كنقولوا دائما اللي ما عجبناه نفقسوه. دائما الواحد ياخذ الامور بعقلانية. المرأة المكافحة الصبورة، واللي كتخدم بنيتها الصافية بقلبها الصافي بما يرضي الله، كتكافح على ولادها وعلى عائلتها وعلى راسها، كيف ما كانت هاد الخدمة اللي كتخدم عليها أو حاجة اللي كدير على قبل ولادها، حاجة كديرها بالحلال وكديرها بما يرضي الله، كيف ما بغات تكون هاد المرأة هادي خاصنا نحترموها ونديروها فوق راسنا، والشابو ليها ولقى النساء بحالها. انا كنشارك معكم كارثة اخرى، الله يستر. عندهم شوفوا كنت كنضرب غير هاد شويه هادي تطيح ساعه طاح طرف كبير، وتفاجأت والله العظيم الا جاب الله، تدرقت مورا الماريو. كنت غير كنشارك معكم الطريقه كيفاش كنضرب هاد الطريفات هادو اللي باقيين صغارين، ساعه طاح كبير تفاجأت منه. داكشي علاش بان ليا هاد الشيء كامل في خطر، يعني البيت كلها ولات خطر علينا، ما خصناش نبقاو فيها حتى نشوفوا حل هاد الشيء. المهم راكم كتشوفوا بعويناتكم، كنت كنضرب غير بشي شويه هكا بهاد العود هذا باش نشوف واش باقي شاد ولا غادي يطيح ولا كيفاش. المهم ساعه طاح طرف كبير، كان هنا ملصوق مزيان، بان لي ملصوق مزيان. ها نتوما والله العظيم الا طلعت في هاد اللحظه هادي واحد القلعه ما نقول لكم، سحب ليا غادي طيح عليه البيت كله، ولكن الحمد لله ربي لطف. انا كنجرب هاد العود هذا فين غيطيح، فين باقي شاد، فين اللي باين فيه غادي تحيد، بحال هذيك الجهه راه حتى هي باقه فيها هذيك القنط، باقي فيها هذا كبير غادي يطيح. المهم الحمد لله على كل حال، بقيت كنضرب بالعود هكا كنجرب حتى شفت البلايص اللي ما غاديش يطيحوا، باقيين شادين عاد. ديك الساعات شطبت ونقيت وجمعت داكشي، واخا ثقيل البنات وصعيب في الجميع. المهم اليوم ما والله العظيم اللي حسيت انه الدار كلها طاحت عليا، طاحت على راسي، حسيت راسي الدار تريبات على راسي والله العظيم. واحد القلعه ما نقول لكم، مش واحد الاحساس، وجات مع العواشر. تاني يوم عيد ربي، ماشي غير بعدا صيمنا على العيد ولا شي حاجه، تاني يوم عيد الناس ناشطين فرحانين، خارجين من برا عين متعين بالعيد ديالهم فرحانين. الصراحه شي حاجه اللي كانت صعيبه صعيبه عليا بزاف، لا في خاطري لا في هكا كما نتوما كتعرفوا، الا كنا مثلا في واحد الوقت بحال هكا عيانين يلاه كنقولوا نرتاح شويه من داك الصهير ديال رمضان ومن الخدمه ومن هادي لهادي،
راكم عارفين وتيجي هاد الشيء. المهم الله يجعلها من مغفرة الذنوب، الله يجعلها من مغفرة الذنوب. واللي عنده دويرتو يحمد الله ويشكره، اللي عنده دويرتو ديالو يحمد الله ويشكره ويحمد الله ويشكره، والحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ولكن ملي كيبتلينا الله شي ابتلاء او كيعطينا شي عقيبة كنعرفوا انها امتحان من عند الله كيمتحنا، واش غنصبروا، كيفاش غادي ندوزوا هذا الامتحان هذا، كيفاش غادي نتصرفوا، واش غنشكروا الله على النعمه اللي عطانا، اللي هي نعمه الصحه، نعمه الهواء، نعمه الشمس، نعمه بزاف ديال النعم التي لا تعد ولا تحصى عند الله. هنا كما كتشوفوا جمعت وشطبت درت فيها كخنيشات صغيرين باش يجينا ساهل الا غنخرجوه لانه ثقيل. تسناو الكماله ديال هذا الفيديو. تهلاو فراسكم، السلام عليكم.